السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمناكم كاملين تكونوا بالف خير، يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تشكيله مميزه، حتى هي عيد الفطر ان شاء الله، فيها موديلات جديده. تبعوا معي البنات الفيديو، اكيد غادي تعجبكم التشكيله. كاينين موديلات لي دو بياس بحال هذا الشكل، وبالنسبه للخياطات البنات الفيديو متنوع، كاينين خياطات مميزه وحتى الالوان كيف كتشوفوا الوان صيفيه بامتياز. كاينين جليبات اللي مخدومين سامبل، كاينين جليبات اللي عامرين بحال هذا الشكل مع التنسيقات ديال الفولار. شوفوا معايا البنات التشكيلات والالوان، صراحه روعه. كاينين هاد الموديلات لي دو بياس، شوفوا القفيطين اللون ديالو، وكاينين هاد الاثواب ديال الكريب اللي داخل فيهم صقلي. كاين عاوتاني هاد البلومارين اللي مخدوم في الفوشيا، وكاينين جليبات بالخدمه ولا صباغه المعلم مع القميص اللي مخدوم بالرباطي. كاين هاد الشكل، شوفوا الخدمه ديالها كيفاش جات، جات في الاورانج ومخدومه باللون الازرق. ثاني الموف مخدوم بالاسود واللوينات في الكمام والقب. كاينه الخدمه ديال الحصيره اللي دارجه بكثره هاد العيد هذا. كاينين جليبات اللي على هاد الشكل طاز المسوس او المسلول، شوفوا معايا هاد الشكل كاشيري مخدوم باللون الاخضر، هاد اللون صراحه جات جلابه كتحمق. بس انيقه جدا. وكاينين هاد اللوينات، حتى هاد الجلابه جات روعه مع التنسيقه ديال الفولار. وكاينين موديلات على هاد الشكل اللي مخدومين بالعقيق، عين عقده من السوق، ومع الخدمه ديال المعلم شويه في الاسفل. كاين هاد اللوينه البنات، هو جا زوين صراحه، مخدومه اللون في اللون. كاينين هاد الاشكال اللي كيجيو جليبات ديال الحضور، ديال العمره، ديال الحج، ديال طريب الصداق، العريسات. شوفوا معايا البنات هاد القفيطين اللي جا مخدوم بعين عقده وداخل فيه التعصاب. وهنايا جات جليبه مخدومه بزوقه المعلم، جات بالفصاله مخزانيه، وكاين كذلك الكندوره ديال الرجال، حتى هي جات مخدومه بالخدمه المغربيه. وهنايا جات جليبه مخدومه بالخدمه ديال اليد بالبرشمان، كلها باليد هاد الجلابه، والقميص جا بالشبكه. وهنايا جات جلابه دو بياس مخدومه بعين عقده براندة خفيفه مع دريس في الكم وفي القب. وكاينين هاد العبايات اللي حتى هما دارجين هاد السنه. كاين جليبه اللي جات عين عقده من السوق مخدومه باللوينات، ومخدومه كذلك بالطرز الرباطي
مع التنسيق ديال الفولار. وكاينين هاد الجليبات، شوفوا الخدمه ديالهم، حتى هما جاو انيقين جدا. كاين اللون الابيض اللي مخدوم بالالوان، توب كريب، وكاينين قنيطرات حتى هما العيد اللي مخدومين براندا، والخدمه وزباقة المعلم. كاينين هاد الشكيلات، كاينين قفيطنات اللي مخدومين بزواقة المعلم، جا هاد القفطان في الفوشيا بلاستيك في الكميمات. كاين كذلك هاد الشكل، شوفوا معايا البنات الفولار بالنسبه للبنات اللي كيحيروا. وكاينين هاد الموديلات اللي صراحه سامبل وشيك، كيجيو انيقين جدا في اللبسه. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو جلابه عامره، كاين هاد الموديلات في الالوان، كاين هاد الموديل جايجات مخدومه في اللوينات. شوفوا معايا البنات هاد الخدمه ديال البرسمان، صراحه جات روعه في هاد الجلابه، اللون ولا الخدمه. وكاين كذلك هاد الشكيلات، صراحه هاد اللون حتى هو جا زوين بزاف. هادي جات مخدومه بالسفيفه، وكاين هاد الشكيلات، شوفوا البنات اللون اللي دخل في هاد اللون الاصفر، جات مخدومه بالزيتي. وكاينين البيسات على هاد الشكل، حتى هما يصلحوا العيد. شوفوا معايا البنات هاد اللون كيفاش جات الخدمه فيه، جا مخدوم بالمرمى والخدمه ديال الدبانه. كانت هذه هي النهايه ديال الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع تشكيله جديده ومع موديلات جداد. الا كانت اول زياره لكم لقناتي، ما تنساوش تدعموني بلايك، وما تنساوش كذلك تشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم، وخليتكم على خير.